يا صباح الخير، صباح السعادة، صباح الابتسامة، صباحكم يا رب كل رزق وعافية وراحة بال، كل الحاجات الحلوة وكل أمنياتنا الجميلة على كل مشاهدينا الغاليين في كل مكان. حلقة جديدة وصباح جديد معاكم من صباح النور، حلقة النهاردة الاثنين 16 سبتمبر 2024. يا رب يكون يوم جايب كل الخير لحضراتكم جميعا. وحشتونا جدا الكام يوم اللي فاتوا، يعني بنفتقدكم في أيام الأجازات إذا كان جمعة أو حد أو سبت يعني الحقيقة. وخلوني أعيد كمان على كل الناس اللي عيد ميلادهم النهاردة، كل سنة وانتم طيبين وبألف خير وعقبال 100 سنة، سنة سعيدة عليكم، ويا رب تنبسطوا النهاردة وتحتفلوا بعيد ميلادكم، وفي السنة الجديدة كده تقدروا تحققوا كل اللي انتم بتحلموا بيه وكل اللي انتم بتتمنوا. يلا بينا نبتدي. وبمناسبة الأجازات بقى، يعني حلوة الأجازات ولا لا؟ قولولنا رأيكم بس كده النهاردة أصلا في فكرة الأجازة، أن أنت بتبقى أحيانا كتير نفسك تاخد أجازة، بس نبقى نتكلم فير كده وبصراحة مع بعض. لما الأجازة بتطول خلاص أنت خدت وقتك ومتعتك من الأجازة، وبتبقى عاوز ترجع لحياتك الطبيعية. يعني وقت الضغط كلنا بنقول نفسنا ناخد أجازة، يا رب لو أخد أجازة من كذا ومن كذا ومن كذا، وأنا تعبت من الضغط اللي عليا ونفسي بقى أرتاح شوية، سيبوني لوحدي، أنا لو طولت أروح لوحدي في حتة محدش يبقى معايا فيها. فبيبقى نفسك تاخد أجازة من كل حاجة أو من حاجات معينة عاملة لك الضغط، بس بعد شوية وقت بتهدى كده وتستريح وأعصابك بتهدى وتفكيرك وذهنك بيصفى، وتلاقي نفسك بتفكر أحسن، وتلاقي نفسك خلاص عندك الاستعداد أو الرغبة إن أنت ترجع لحياتك الطبيعية. بس عشان نبقى متفقين، ليه بقول كده قبل ما أقولكوا السؤال يعني اللي هنجاوب عليه مع بعض النهاردة؟ لما بنسافر لأي مكان واتكلم مع الناس اللي موجودين أو بيشتغلوا في الأماكن، أنت بسافر في فندق كام يوم خلاص، ففي ناس بتشتغل في الفندق ده، فطول الوقت قاعدين على البحر وحواليهم الأجواء وشغلهم في الحاجات دي، فأنت تلاقي نفسك بتقول إيه يا بختهم، الله حلو، يا ريت الواحد يبقى كده. لما بتكلم معهم بلاقيهم يقولوا لك إيه، إحنا نفسنا ناخد أجازة، ياخدوا أجازة من الجو اللي أنت دافع فلوس عشان تروح تنبسط فيه، وعاوزين يرجعوا لبلدهم أو المحافظة اللي هم فيهم أيا كان منين، بزحمتها بمشاكلها ببيتهم بولادهم، هما بيشتاقوا للجو ده. فطبيعي ان انت لما بتدور تاخد اجازة بتاخدها من نقط. ايه الحاجة اللي نفسك تاخد منها اجازة؟ نفسك تاخد على سبيل المثال، يعني نفسك تاخد اجازة من الشغل وضغط الشغل، نفسك تاخد اجازة من المسؤوليات، نفسك تاخد اجازة من مراتك، ونفسك تاخدي اجازة من جوزك، الواجبات والضغط والمسؤولية. في شخص معين بيبقى نفسها ناخد منه أجازة، الولاد ما بتشوفوش حد مثلا، ممكن يفكر يتفق مع ماما بابا حماتي أسيب الولاد عندها يومين ثلاثة ونروح نغير جو. في بشوف برضو يعني في أسر كده بيتفقوا الزوج والزوجة إن لو أنت عندك مؤتمر خلوة رحلة تبعك روحي مع أصحابك اليومين دول وغيري جو، وما تعليش هم الولاد، مثلا مامتي او مامتك هتراعيهم وانا كمان موجود. فلما بترجع بترجع بنفسية احسن وقادرة انها يعني ايه ده الولاد وحشوني، غير ما انت مضغوطة. فبيبقى باتفاق بينهم، بس بنبقى في احتياج اننا ناخد اجازة حتى من عيالنا. بيحصل في حد نفسه ياخد اجازة من، ودي حاجة يعني تلات اربع الناس ما كانش كلهم، بقينا كلنا عايشين بالشكل ده، من الأقساط. كل حاجة بشتريها في الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها، فأنا باخد الحاجات اللي بشتري الحاجات الأساسية واللي نفسي فيها بأقساط، وعندي التزامات، عندي قسط المدرسة، وعندي مش عارفة قسط الجامعة، وعندي قسط الجهاز اللي كان باظ واشتريته بالقسط، وأحس إن أنا حياتي أصلا عبارة عن فواتير وأقساط. فبتلاقي نفسك تاخد أجازة من فكرة الالتزام بقسط عندي كل شهر لازم أدفعه، بحس إن ده ضغط عليا. فيعني ياما ناس تقول لك نفسي أخد أجازة بس لو قسط الحاجة دي يخلص، حس إن أنا أهدى شوية، أنا حاسس إن أنا بجري أو بلف في ساقية مش عارف أرتاح منها. ففي ناس فكرة الالتزام أو الأقساط المادية أو الأعباء المادية بتمثل ليها ضغط كبير كبير، ونفسها تاخد أجازة.
صدقوني فكرة ان انت تاخد اجازة ده مطلوب. لما بتلاقي حد يشاركك ويقول لك عنك الحتة دي هت اشيل معك شوية او اشيل عنك شوية وانت خد وقتك وخد تنفس، كلنا بنبقى محتاجينها. مين فينا مش محتاج لأجازة من كل حاجة؟ شوف انا قلت كام حاجة، طبعا في حاجات كتير النهاردة كل واحد فيكم يقول لنا نفسه ياخد اجازة من ايه. ده في ناس هتلاقيها نفسها تاخد اجازة من الاجازة. يعني ايه؟ يعني حد ما بيشتغلش وبقاله فترة قاعد في البيت او بيدور وما توفقش او يعني فتلاقوه او ساب شغل وحاليا بيدور على شغل تاني بس الموضوع طول ومش متوفق. ففكرة انه قاعد في البيت طول الوقت حاسس ان دي اجازة من كل حاجة، تعبان ومزهقان، يقولك انا وحشني جو الشغل والنزول الصبح واسعى يا عبده ونسعى معاك وانزل بدري الناس كلها نازله تسعى على رزقها وراجع في معادي بتاع الشغل واللي في البيت مستنيني. ده شعور حلو ربنا يديمه على الناس كلها ويرزق الناس كلها. ففي ناس بيبقى نفسها تاخد اجازه من الاجازه. طبعا الطلبه كلهم بيبقوا مستنيين الاجازه من الدراسه لان هم عارفين ان فتره الاجازه دي فتره محدده وقصيره وبعدين هيرجع تاني للحياة وللمذاكرة والضغط وهنا المحاضرات وهنا الدروس وهنا وهنا. ففي ناس نفسها تاخد أجازة أصلا من الأجازة. طبعا الطلبة بيبقى كتير نفسهم ياخدوا أجازة من فكرة الدروس، خصوصا الدروس الخصوصية أكتر كمان من المدرسة، لأن الزام والتزام وامتحان ومش عارفة عنده تاسك النهاردة إيه والدرس ده بياخده في المكان الفلاني وده بياخده في المكان الفلاني. ياما الولاد بيبقوا مضغوطين من العبء اللي عليهم بسبب موضوع الدروس الخصوصية أكتر من عبء المدرسة. يعني حضراتكم تفتكروا أيام الدراسة، كلنا لو افتكرنا وإحنا صغيرين أيام المدارس ما كناش كده، يعني ما كناش بناخد دروس في كل المواد وفي السنتر الفلاني وعند المدرس الفلاني. النهاردة بقاش في مدرس بيدي مجموعة 4-5، النهاردة كله بيدي في سنتر وبعدد. فإنت الحياة بالنسبة لك كانت مهما كانت الضغوط كانت أخف لأنك مش عليك العبء بتاع اللي هي روح الدرس وتعلم الدرس وعندي الواجب بتاع المدرس الفلاني ومدرس الفلاني بتمثل عبء. ففي ناس بقى نفسها تاخد أجازة من فكرة الضغط بتاع الدروس. انت النهاردة نفسك تاخد أجازة من ايه؟ وانا عارفة ان في حاجات مش بايدينا ان انا ناخد أجازة منها، بس احنا بنفكر النهاردة اعتبروها ان احنا بنلعب يعني او حاجة او بنحلم بحاجة او بنتمناها، ان اكتر حاجة ضغطانة محتاجين ناخد منها أجازة. وغمض عينك كده وتخيل انك انت حد جه قالك عنك انت هات الشيلة بتاعتك دي وافرد ظهرك كده بدل ما ظهرك متني من كتر ما انت شايل عبء ومسؤوليات وحاجات تعباك او مضايقاك، وخد انت اجازة. ولو خدت اجازة عايز تعمل فيها ايه؟ يعني نفسك تعمل فيها ايه؟ انت خدت اجازة من الولاد عايز تعمل فيها ايه؟ خدت ده في ناس عايز تاخد اجازة من صحابها. يعني انا سمعت حد يقول لك عايز اخد اجازة منهم، هري وصداع وتليفونات وخروجات ومش عارفة ايه في ناس عايز تاخد اجازة من صحابها، مش عايز حد الفترة دي، عايز ابقى لوحدي. في حد فترة الاجازة دي او عايز ياخد اجازة من كل حاجة يقولك عاوز ابقى لوحدي. وطبعا في زي ما قلت لكم في الاول ناس عايز تاخد اجازة من كل حاجة، يعني يقولك انا عايز افصل عن الدنيا. هل ده حل وده صح ان انت تفصل عن الدنيا خالص كده وتقول انا خدت اجازة من كل حاجة؟ وعلى فكرة انك تاخد اجازة من كل حاجة او من الحاجة اللي ضغطاك، هرجع اقولك تاني مش لازم انها تبقى بفلوس كتير او ان انت تسافر مكان بعيد او محتاج تكلفة. طبعا يعني لو نقدر نعمل كده اكيد دي حاجة هتخلينا في حالة استجمام وروقان يعني اكيد بتبقى حاجة حلوة يعني. لكن انا بشوف ناس ممكن واحدة تقول لك انا هخلي الولاد النهاردة يباتوا عند ماما خلاص، فبالاتفاق كده ماما تاخد الولاد عندها يوم. وطبعا تيتا لما بتاخد الولاد بتدلع وهم بيحبوا البيات عندها وبتبقى الدنيا بالنسبة لهم هم تمام، بس بالنسبة لك انت تمام جدا، انت خدتي يوم بعيد عن ضغط الولاد مسؤوليات. تلاقي تاني يوم العيال وحشينك وعايزة تروحي لهم وعايزة تجيبيهم بس عشان انت هديتي اعصابك. استاذ ميلاد صباح الفل. الفل استاذة هبة ازي حضرتك؟ صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. حضرتك طيبة في عيد النيروز. وانت طيب وفي الف خير يا استاذ ميلاد. ازي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله تمام بخير. هو كل اللي انا بطلبه ان انا اخد يعني الموبايل يتقفل يوم واحد، اخد اجازة يوم واحد.
ايوه ايه ده، دي حاجه مهمه، ده انا نسيت اقولها في النص. صح عندك حق، عايز تاخد اجازه من الموبايل. اه بالظبط. اه طب اكتر حاجه بتضغطك في الموبايل؟ تليفوناتك بتبقى اكتر شغل يعني؟ تليفونات شغل 24 ساعه شغل. اه حضرتك بتشتغل ايه؟ شغال في شركه سياحه ماسك قطاع النقل السياحي. اه طب ما طبعا لازم يبقى ضغط ووش تليفون كل شويه يعني. يعني طيب. نفسي انزل اجازه، انا بقالي 3 شهور ما نزلتش اجازه. يا ربنا يعينك. طب قولي، بيبقى لما بتاخد اجازه بقى بتعمل ايه؟ بنام بجد، ما بخرجش بره البيت، يعني ممكن اروح عند اخواتي كده ساعتين زمن وارجع واكمل باقي اليوم نوم. نوم والتليفون ده بخبيه يعني مش عاوز اشوفه. وبتقفله وقت ما انت نايم؟ لا صعب يتقفل بصراحه. صعب. اه بس اكتر حاجه بتفتقدها لما بتاخد الاجازه تبعد عن المكالمات والتليفون قدر الامكان، وبتبقى مفتقد للنوم. عن صح؟ التليفون واطلع الطاقه اللي عندي بقى في النوم. وتطلع طاقتك في النوم. ما دام ده احتياج وبعدها بترجع ايه، حاسس انك احسن عملت فريش كده. طبعا على الاقل تفصلي، تقدري تيجي ترجعي تواصلي تاني، تبقى العمليه تمام معاكي شويه. عندك حق، بس هو 3 شهور كتير بضغط، بس طبعا كل طبيعه شغل يعني ليها ظروفها. فصباح الفل عليك، شكرا ليك يا استاذ ميلاد. مدام مريم صباح الفل. صباح النور يا ميس. يا صباح الفل عليك، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. نفسك تاخدي اجازه من ايه يا مريم؟ من العيال. طب انت ولادك عندهم قد ايه؟ سنهم قد ايه؟ واحدة سنة 5 وجايبة 2 توأم. ربنا يخليهم. اه التوأم عندهم قد ايه عمرهم؟ 8. 8. طب بتعرفي تاخدي اجازة منهم؟ يا ريت. لا حاولتي مثلا عندك حد ممكن تسيبيه الولاد ولو حتى يوم تفصلي وتقولي اخد اجازة من الضغط ده؟ اه يا ريت مامتي، بس مش هيستحملوهم. اه لا ولو حتى اليوم يعني. لا. طب ايه تاني حاجة بتحس انك مضغوطة منها وبتحاولي تاخدي منها اجازة؟ البيت والدروس بجات المدارس وكل حاجة. حبيبتي المسؤولية طبيعي يعني. ايوه. يبقى انت نفسك تاخدي اجازة من العيال ومن المسؤولية. بالظبط كده. شكرا ليك يا مريم. انا عارفه ان هو صعب يعني، اي حد هيتصل في حاجات بتبقى صعبه يعني. استاذ ميلاد بيقول طبيعه شغله ما تسمحلوش ان ياخد اجازات، انه يقفل تليفونه غير على اوقات بعيده. 3 شهور ده كتير جدا، وفي ناس كتير طبعا يعني ربنا يعينهم طبيعه شغلهم بتبقى كده. بس ببقى مفتقد او نفسي اخد اجازه من. بس تعالوا نفكر في حاجه، لو هو صعب ان انا اخد اجازه طويله يعني اخد اجازه يومين 3 من الحاجة اللي حاسس انها ضغطاني، ايه المانع ان انا افكر اخد اجازة في وسط اليوم؟ يعني يسموها بريك طبعا، دي ما تنفعش تبقى اجازة، بس احقق فكرة البريك او الاجازة من الحاجة اللي ضغطاني في وسط اليوم ساعة ساعتين، بدل ما الظروف مش سامحة. يعني مريم بتقول هي نفسها تاخد اجازة من الضغط بتاع الولادة، اكيد تحب ولادها وعايزة تقعد معاهم طول الوقت، بس ضغط 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 بيخلي الواحد حاسس ان هو خارج نطاق الخدمة. فطب اسيبهم لماما، محدش هيستحملهم يوم ولا يومين. فممكن نعمل ايه بقى؟ ناخد اجازة او فاصل كده ولو ساعة في وسط اليوم. يعني لو انا معايا ماما في البيت خليها تقعد بالعيال، او لو جوزك يرضى يعني ساعة. الساعة دي بقى انتي نامي، انزلي اعملي حاجة، بس افصلي في الساعة دي. ففي طرق كده ممكن نفكر فيها لو معرفناش ناخد اجازة من الحاجة اللي ضغطانا وقت طويل، لازم انا اخلق لنفسي في النص كده وقت اخد فيه بريك لنفسي. ام مينا صباح الفل. يا ابو مينا صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل عليك يا ابو مينا. وانت طيب الله يخليك، انت طيبة. وانت طيب وبخير ربنا يخليك. انا عايز اخد اجازة من الاجازة. تاخد اجازة من ايه؟ من الاجازة. تاخد اجازة من الاجازة؟ طب انت عندك اجازة في ايه بقى؟ انت واخد في... انا بقالي سنتين بدور على شغل. انا معاق. بقالي سنتين بدور على شغل، عندي 52 سنه. ربنا يديك الصحه. بس قبل السنتين كنت بتشتغل ايه؟ كنت شغال في محل. طب يعني قصدي يعني الاعاقه دايما مش دايما بتبقى هي الحاجز اللي واقف. في ناس كتير ربنا يعني سامح بان يبقى عندهم اعاقه وقادرين يشتغلوا. فكرت تعمل اي حاجه
حاجة خاصة بيك أنت زي عملت مشروعين وربنا ما أكرمنيش فيهم يعني. بس أنت حاسس إن أنت الضغط اللي عليك فكرة إنك قاعد في البيت أو إنك بتدور على طبعًا شغل؟ طبعًا 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 إحساس الشغل حاجة حلوة طبعًا وجميلة. لا ده أنا متدمر نفسيًا أساسًا من القعدة. القعدة حاجة مش أحسن حاجة طبعاً، يعني ربنا يوفقك ويعطرك زي ما بيقولوا كده في الحاجة اللي أنت بتدور عليها. بتصبح عليك، شكرا ليك يا أبو مينا. هو أبو مينا مفتقد لفكرة الشغل، الشغل ده نعمة لما بيبقى في إيدينا، محدش يتزمر ويتبطر علي أو يقولك أتعبت واتضغطت وأنا مش عارف إيه الشغل ده والشركة دي ضغطاني. يقول في ناس كتير بتدور على شغل ومش لاقية، فربنا يدي كده الجميع. ف خد أجازة من الأجازة وخلي وقتك ده كثفه، بدل ما هو يبقى في أجازة وحاطط إيدي على خدي، لا أدور على شغل. لو أنت دورت ومش لاقي، ممكن الطريقة اللي أنا بدور بيها تفرق. يعني واحد بيسأل ناس معارف، واحد شاطر في إنه يدور على الإنترنت، ولو أنا مش شاطر ممكن أخلي حد شاطر يساعدني ويدور معايا على وظائف. والأبليكيشن والمواقع كتير قوي اللي ممكن تنزل أنواع كتير من الوظائف فوق ما ممكن تتخيله. صبحوا علينا وبعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت، هتلاقوا الصورة او البوستر بتاع البرنامج عليه صورتي انا وسحاق واسم البرنامج. تقدروا تدخلوا في التعليقات وتكتبولنا وتشاركونا ايه الحاجة اللي عاوز تاخد منها اجازة، ايا كانت الحاجة هي ايه. طلع الصفحة ونحاول مع بعض ناخد حضراتكم بعتين ايه. البوستر اهو، نبتدي برضا بشرة. صباح الفل عليكم، احب اخد اجازة من المسؤولية، الضغوط النفسية، الاطمئنان على مستقبل الاولاد. الاجازة الحقيقية هي الراحة الابدية، وسلامي للاستاذ سحاق. اكيد بصوا احنا مش مختلفين في حاجات كده بديهيات، يعني مش هنختلف عليها. الراحة في الاخر بقى، في الحياة في الاخر ربنا يدينا كلنا وتبقى دي راحتنا. بس احنا هنا في الدنيا طول ما احنا عايشين احنا محتاجين ناخد بريك، ونفسنا نفسك ليها حق عليك. استاذ بهاء صباح الفل. صباح النور يا استاذ هبه. يا صباح الفل عليك يا استاذ بهاء، اهلا بيك. وكل سنه حضرتك وانت طيب وبخير، ربنا يخليك. نفسك تاخد اجازه من ايه يا استاذ بهاء؟ نفسي اخد اجازه من الانترنت. من ايه؟ من الانترنت. من الانترنت؟ بتقعد كتير على النت؟ كتير. طب ليه؟ ليه بتقعد كتير عليه؟ عشان انا على المعاش. ربنا يديك الصحة والعمر، بس يعني هل في حاجات تانية ممكن تفكر فيها تاخد وقتك أكتر من النت؟ يعني بحاول، لكن هو الصراحة أكتر حاجة الصراحة عجبني فكرة موضوع الأجازات اللي بتحكي بيها. طب لما بتقعد عليه كتير، انت بتقول نفسي اخد منه اجازه، بيوترك صح؟ جدا. تحس الواحد عصبي. صح. صباح الفل عليك، شكرا ليك يا استاذ بهاء. صدقوني اصلا مسكه الموبايل وقت طويل دي حاجه تعصب، يعني لما تقعد مثلا تقلب بس كده على الفيسبوك وعلى الموقع وتتفرج تلاقي نفسك متوتر، عدت عليك ساعه واتنين وانت مش حاسس بنفسك، وتبقى بتقلب بلا هدف يعني في الولا حاجه. فالحل لو انت عايز تاخد منه اجازه، خد قرار وافصل النت من التليفون، دوس على الزرار كده اللي بيقفل الباقه ولا الواي فاي بتاع البيت، وفكر في اي حاجه. فكر ان انت تنزل تزور حد، تقابل حد من صحابك على القهوه وتقعد معاه شويه، تنزل تتمشى، انزل اشتري طلبات البيت مثلا الصبح، يعني اعمل حاجة كده مختلفة تاخد من وقتك. وخلي وقت طبعا شوف الدنيا والأخبار، بس مش بالتركيز اللي يخليك تبقى متضايق لدرجة ان انت عايز تاخد أجازة. يا أجية صباح الفل. تعيشي صباح الفل عليك، على حضرتك أهلا بيك. شكرا. تعيشي يا ست الكل، أهلا بحضرتك. احنا بنفرح كده لما بنشوفك. ربنا يخليكي، شكرا لحضرتك ولذوقك. شوف وشك الحلو ده ولا قمر. ده حضرتك الأحلى، ربنا يخليكي. قولي لنا حضرتك نفسك تاخدي أجازة من إيه؟ أنا هاخد أجازة، أنا ما بحبش أقعد، أنا أحب أشتغل كتير، بس أنا ست كبيرة. ربنا يديك الصحة والعمر. بتعب، لكن أنا ما أحبش أقعد خالص، ما أحبش الأجازات دي خالص.
بتحبيش تقعد. طب ايه اكتر حاجة بتحسي انك لما بتعمليها بتبقي مبسوطة؟ لما بعمل حاجات مثلا كحك، بسبوسة، كيكة، الحاجات العجائن دي، الحاجات الحلوة، وقفة المطبخ يعني، فايش حلو باللبن، بالخميرة اللبن. الله، ده بحب. طب حضرتك جوعتينا على الصبح، طيب هنعمل ايه بقى؟ انا عايز اعمل لكم فايش انا بخميرة اللبن دي وابعتها لك. خلاص اعزمينا بقى، انا هستنى الفايش ده. ماشي حبيبتي، صباح الفل عليكي وربنا يديكي الصحة والعمر يا رب. شكرا لمكالمتك الحلوة. شوفوا الناس اللي تدي طاقة إيجابية على فكرة الموضوع المطبخ كل واحد شاطر في حاجة، يعني في حد حلو في الأكل قوي، في حد مزاجه في الحلويات وفي المخبوزات، ودي من الحاجات بقى اللي بتضيع الوقت. وأنا بقى بشوف ناس كتير ربنا يديهم الصحة والعمر، كل يعني أمهاتنا الحلوين، بيقول لي طلع على المعاش وفي سن المعاش، لما بيلاقي العيال اتجوزت وقاعد قاعدة لوحدها كتير، كل الحاجات اللي كانت بتشتريها من بره بقت شاطره انها تفتح النت ولا اليوتيوب وتطلع الطريقه وتعملها. ودوقوا بقى احلى الحاجات. ولا فين يا ماما الكلام ده من زمان ما كنتيش بتعملي؟ اهو القعده الواحده خلتني. لا ده طلعت مني مواهب ما كنتش اعرفها يعني. عموما يا مدام اجي احنا لينا عندك بقى شويه الفايش الحلوين دول. استر عبد الوهاب بتقول صباح الخير كل سنه طيبين، اجمل شيء الاجازه اللي هي راحه وهدوء وسكون، ولكن انا نفسي اخد اجازه من افكاري اللي بترجع لورا وتفكر في اللي سافروا للسماء، مش قادره انساهم ابدا، وربنا معاكم. مش هيتنسوا يا مدام استر، يعني ما هو طبيعي انهم مش هيتنسوا، طبيعي انهم ما يغيبوش عن بالنا، هم جوانا، بس هي الفكره ان الحياه مش هتقف عند النقطه دي، لازم هنكمل. فبدل ما افتكرهم وحزني عليهم يخليني اتعطل وادخل في مود اكتئاب، لا افتكرهم ويدوني دافع دايما ان انا ابقى لقدام، عايز هم حاسين بيا فعايزه افرحهم، عايزه ابسطهم طول الوقت هم معايا، بس الحياه ما توقفش. ايميل مسعد بيقول صباحكم معطر بالورد والفل والياسمين، بعد المعاش اخذنا اجازه طويله، نفسي اخد اجازه من الاجازه، ولكن كما احتملت بالامس استطيع ان احتمل اليوم، اما الغد فيوم اخر لن اشقى بما سيحمله لي، واللي عاوز اجازه ربنا يوفقه. انا عارفه ان موضوع اللي واخد على الشغل ده لما بيطلع المعيش الموضوع بيبقى صعب، لانه انا واخد على الحركه، بس خلينا نقول لو احنا حافظنا على الحركه بتاعتنا من اول ما نطلع على المعيش، حاله الخمول والكسل لا مش هتبقى موجوده، والصحه دايما تبقى احسن لان بتحتاج لحركه. فخلينا نفكر في اي حاجه، زي ما كنت بقول لكم من شويه، انزل اتمشى، ازور حد، ابقى حريص ان انا اقابل مع ناس او صحاب او حد من الجيران واخد عليه، ونقعد على كافيه ولا قهوه شويه نغير جو. في حاجات كتير، او في ناس طبعا بتتوفق انها تلاقي شغل حتى بعد المعاش، ممكن يبقى مش زي شغله الاولاني، بس انا بحب الشغل ما اقدرش اقعد في البيت. مدام فايقه صباح الفل. صباح النور، ازيك يا استاذه؟ صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. بصراحه البرنامج بتاع حضرتك شيق النهارده، ربنا يخليك. الله يخليك. انا بصراحه عايزه اخد اجازه من الاجازه اللي انا فيها، لان انا قعدت من الشغل يعني انا فوق الستين، وبصراحه انا ببقى قاعده في البيت زهقانه، بس اكتر حاجه بفكر اعملها اخيط، بحب الخياطه جدا. طب ما دي موهبه يعني حلوه قوي، جميله. يعني حتى اعمل فرش في البيت، اخيط حاجه كده اهو، بس ساعات بلاقي نفسي فاضيه بتضايق، بزهق، ببقى عايزه اخرج من البيت، اروح فين؟ طب اعمل لما اولادي بيجيبوا لي اولادهم، بصراحه شقاي ومتعبين، بس انا ببقى فرحانه بتلذذ. طب ده حضرتك عندك شويه حاجات حلوه قوي تملى معاكي الوقت، يعني بتقولي احفادك احيانا بيجولك، فده جزء يديكي سعاده طبعا، ويملى عليك البيت زقططه، وبتستعد لهم، تعمل لهم الاكل اللي هم بيحبوه اكيد. يعني صح على طول، يعني يا فتره يعني كل فين وفين ببقى مستنيه ان هم يجوني. حلو. عشان خاطر يعني الوقت اللي عندي الفاضي، عندي وقت فاضي كتير. طب الكنيسه، الخدمه، عندي خدمه، ماسكه خدمه في اجتماع. حلو خالص. طيب. بس برضو بحس ان اليوم ما بيخلصش، يعني ما عندي شغل البيت، ما على الساعه 11 الاقي كل حاجه خلصت. اليوم طويل قدامي، ببقى عايزه اقضي حاجات كتير، انا كنت بحب اشتغل بس كبرت بقى ما اقدرش. لا ربنا يديك الصحه، انت شباب وهتفضلي شباب على فكره. العمر ارقام بس عشان نبقى متفقين، ملهاش علاقه، بس انت بقى
بصي ما تبقيش شاطره قوي تخلصي شغل البيت الساعه 11 يعني، خدي واحده واحده. موضوع الخياطه ده ممكن تكبريه شويه يعني، ممكن مثلا. لا انا مش بخيط لحد. لا مش لحد، مش لحد. انا اقصد كبريه يعني، ممكن تبتكري في حاجات كمان في الخياطه ليكي للاحفاد للبيت، تاخد معاكي وقت كمان اكتر. الخدمه والاجتماعات ده انا يعني عارفه انهم مهتمين جدا جدا بالسن بتاع حضراتكم يعني، وبيعملوا حاجات رحلات، طلعي رحلات كتير معاهم. ربنا يديك الصحه. شكرا ليكي، صباح الفل. شكرا لحضرتك. نكمل طيب تعليقات شويه من الحاجه بعتينها. استاذ ثروت عدلي بيقول صباح الخير، عايزه اقول انا واخد اجازه من حماتي من 24 سنه عشان كنت ساكن في شقه في بيتها طفشتني من البيت، وطبعا انفصل هو وبنته، حرمتني من دي. مش اجازه يعني، طبعا ربنا يحل المشاكل دي زي ما حضرتك قلت كده، دي اجازه مفتوحه. يا جماعة طبعا ده مش موضوع الحلقة، بس ايه سعادة الاهل اللي هم ممكن يخربوا على عيالهم يعني، اذا كانت المشاكل ممكن تتحل بين الاتنين وتخلص، ومفيش اتنين ما بيختلفوش مع بعض، والكبار دايما دورهم انهم يهدوا ويصلحوا ويبنوا مش انهم يهدوا. انا ايه سعادتي في ان انا اشوف بيت بنتي خربان ومهدود، ولا بيت ابني اتخرب بسبب تدخلاتي؟ انا استفدت ايه من كل الكلام ده؟ مارينا صبحي صباح الخير، انا بيجي علي وقت عايزه اجازه من البيت والراجل والعيال، وعايزه يومين راحه وخروج في مكان هادي بعيد عن اي زحمه في الدنيا، بس مش ينفع. خليه ينفع مارينا. ميرفت توفيق صباح الخير على عيونك، ربنا يبارك حياتك، شكرا ليكي، صباح الفل. منى ميلاد بتقول انا باخد اجازه من البيت بروح خلوه تبع الكنيسه ونفصل شويه، هو ده بقى المطلوب. جانيت غبريال صباح الخير، ايه اخبار استاذ اسحاق؟ بخير وزي الفل وراجع قريب باذن الله. انا عاوز اخد اجازه من الاجازه وارجع انزل كل يوم الشغل، اي نعم بنزل خدمه والقداس، بس محتاجه انزل كل يوم زي زمان. على فكرة في حاجات في الخدمة ممكن تخلي حضراتكم تنزلوا، اللي بيخدموا يعني بعد ما يطلعوا على المعاش، تخليك تنزلي كل يوم. فيها زيارات لناس مرضى، فيها إن تنظيم الاجتماعات والخدمة، فيها افتقاد، في حاجات ممكن تخليك طول الأسبوع أنت مش فاضي بسبب الخدمة اللي أنت تعملها. بس إحنا يعني ممكن ندخل شوية للعمق في شوية تفاصيل. في أم مايكل بتقول صباح الخير، نفسي أخد أجازة من كل حاجة ومن الدنيا كلها. ماجدة ميجو صباح الفل، ونفسي أخد أجازة من بنوتي سنة ونص ونام بس مش أكتر ولو ساعتين. أي حد يا ماجدة، بصي بقى، أختك، مامتك، حماتك، اللي ينفع تجيبيه تديله البنت الساعتين دول وتنامي، اعملي كده، عظيم. قولي ان انت نازله تشتري حاجه وانزلي بقى تمشي، دلعي نفسك، اشتري اي حاجه من بره يعني، ما تستسلميش. شوفي اي اخت جوزك اللي عارفه تتفاهمي معاها دي هتقعد بالبنت. يوسف عبد الباقي صباح الخير، و مارك فوزي الاجازه بصراحه وللاسف عايز اخد اجازه من الناس، عايز اخد اجازه ابعد عن المربع اللي عايش فيه، تعبت من الناس وتعبت نفسيا منهم، وكمان اجازه من قله النوم، عايز انام ومش عارف. ممكن تكون دماغك بتفكر كتير، فدي الحاجه اللي قلقاك مخليك مش عارف تنام. فيعني لو ينفع ان انت تاخد اجازه من المربع اللي انت عايش فيه، تسافر يومين، تبعد عن الناس، اعمل كده عشان ترجع بكامل طاقتك. صباح الفل عليكم، ما تحرموش نفسكم من أجازة حتى ولو كانت مجرد بريك ساعة ساعتين في اليوم من الحاجة اللي عامله لنا ضغوطات، عشان كلنا محتاجين ده عشان نعمل ريفريش كده والحياة تستمر. نخرج معاكم الفاصل ونرجع نكمل حديثنا. بسم الله الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من سفر اشعياء النبي بركاته على جميعنا امين. ويقودك الرب على الدوام، ويشبع في الجدوب نفسك، وينشط عظامك، فتصير كجنه ريا وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. ايه جميله جدا ومعزيه ومشجعه لينا كلنا بشكل غير عادي. يقودك الرب على الدوام، وعد جميل معزي لينا. معيه الرب ليك عزيزي في كل الوقت على مدار حياتك،
في كل ظروفك، في كل أحوالك، في أي حتة أنت تروح فيها معاك ربنا، يمتعك بمعونته، يمتعك بإرشاده، يمتعك بسندته، بتعزيته، يمتعك بحفظه، معيته معاك معاك، دي تطمنك، تشجعك، تفرحك، تكبر بخاطرك قوي، ما تحسش انك انت لوحدك ابدا، ليه معاك، هو وعد يقودك الرب على الدوام. معلمنا بولس الرسول الآية جميلة جدا، شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. عشان كده شفنا في الكتاب حكاية يقودك ويسندك ويكون معك في آيات كتيرة جدا، يقول كده: أما أمرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. حتة تاني يقول: فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك، يقول الرب لأنقذك. أيضا يا أحبائي في الآية يقول لك: ويشبع في الجدوب نفسك. إيه الجدوب؟ القفار، لحظات الألم، لحظات التعب، لحظات اليأس والضيق والإحباط، تحس أنك أنت يعني ما فيش حد واخد باله منك، حدش مهتم بيه في اللحظات دي. هو يشبع، يشبع في الجدوب نفسك. يقول الكتاب: الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. ويقول في حتة تانية: وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يرقدون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. في اللحظات اللي بتبقى تعبان أو محبط أو يائس فيها، تلاقي الآية طلعة كده بتنور قدام حضرتك، يقولك: عند كسرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. من فين؟ من جوه. هو اللي بيعدي تعزية، هو اللي بيدي سندة، هو اللي بيدي المعونة، هو اللي بيدي الإرشاد. عشان كده يقولك: وينشط عظامك فتصير كجنة ريا. أنا ما حدش واخد باله مني، ما حدش معتني بيا، هتبقى أنت جنة مروية على طول، جنة مروية. يقول الخبر الطيب يفرح ينشط العظام، والخبر المحزن يحني الظهر. قال كده الكتاب المقدس: الغم في قلب الرجل يحنيه، والكلمة الطيبة تفرحه. عشان كده يا أحبة، ينشط عظامك يعني يعطيك إرادة قوية، مهما عدو الخير حاول يوقعك، حاول يسقطك، زي ما بيقول الكتاب: لا تشمتي بي عدوتي إذا سقطت أقوم. يديك إرادة أنك تقوم من جديد، تقوم من تاني، تجاهد من تاني، تتعب من تاني، تقدم محبة من تاني، تسامح من تاني، تغفر من تاني. يديك إرادة قوية متجددة على طول. وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. أنت هتبقى جنة، ده مش جنة بس، ده أنت كمان كل اللي يجلس جنبك، كل اللي يقرب منك ياخد منك تعزية، ياخد منك بركة، ياخد منك فرح، ياخد منك شحنة رجاء غير عادية. أنا هو أنت كده. تعبير جميل قاله عن أبونا أنبا أنطونيوس بالرهبان، قاعد في وسط ولاده، كل الولاد الرهبان بيسألوا ما عدا واحد ما بيسألش، بيقول: يا ابني أنت ما سألتش ليه؟ قال: يكفيني التطلع على وجهك يا أبي، لأن وجهك باعث على السلام. أنت هتبقى كده لما بتبقى مرتبط بربنا وماشي في معية ربنا وماشي في موكب نصرة ربنا، ماشي بتقول له: حاضر يا رب على طول. واخد بالك، أنت هتبقى مصدر تعزية، مصدر سلام، مصدر فرح، مصدر راحة. تروح تزور حد يقول لك: البركة دخلت معاك، يا البيت امتلى سلام، يا ده احنا كنا مزعببين على الآخر، مجرد قعدتك بس يعني يا كنا نسمع كتير جدا ويحكوا كتير جدا عن أبونا ميخائيل إبراهيم، أن كان في أوقات ما يتكلمش، مجرد دخلته اتحلت المشكلة، دخلته مشكلة كبيرة، مجرد دخله جواه سلام، جواه تعزية، جواه هو نبع فياض. عشان كده يا أحبة شفنا الحدوتة دي في السامرية، مجرد ما تقابلت مع المسيح وخبحتك، سابت جرتها وراحت تكرز للسامرة كلها وتجيبها. شفناها أيضا يا أحبائي مع معلمنا بطرس الرسول، قال له بعد ما أنكر عمل عملة سودة، قال له عليها: تنكرني ثلاث مرات قبل أن يصيح الديك تنكر، وأنكر وخلاص وحل، أنا ما ينفعش بقى، وقعد زي ما بيقول. قال له بعد الأيام، قال له: يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ إرعى خرافي، إرعى غنمي، إرعى غنم، ثلاث مرات وخب حياتك، ونشوف بعديها بعزة واحدة أجيب قد إيه من النفوس. يا أحبائي، راح لأرميا النبي يقول له: أنا دعوتك، خب لك، يقول له: ما منفعش، إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. وربنا يقول له إيه؟ لا تقل أني ولد،
إلى كل من أرسلك إلي تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به، لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك. هتبقى جنة، هتبقى نبع، هتبقى مصدر سعادة، مصدر خير، مصدر بركة طول ما أنت في معية ربنا وتحت قيادة ربنا. عشان كده بقول لحضرتك اوعى اوعى تعمل زي اللي قال عليهم في سفر أرمية، يا ما أنا زعلان ليه يا رب؟ قالك تركوني أنا ينبوع الماء الحي وذهبوا عني بعيدا وحفروا لأنفسهم أبار أبار مشققة لا تضبط ماء. اوعى تمشي من دماغك عزيزي، امشي في معيته، امشي زي مع بولس الرسول في موكب نصرته، امشي تحت قيادته. واخد بالحضرتك، قل له ومعك لا أريد شيئا آخر على الأرض، مش أسيبك أبدا يا رب. ربنا يديني ويديك أن احنا نتمتع بقيادته، نتمتع بمعيته، نتمتع بنبع متجدد فينا بروحه وبعمل نعمته فينا. لإلهنا كل مجد وإكرام في كنيسته من الآن وإلى الأبد، أمين.